السلام عليكم. اليوم سنقوم بتطبيقات حول مجموع قياسات زوايا المثلث. لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. تطبيق رقم واحد، أرسم مثلثا ABC بحيث AB تساوي 4.5 سنتيمتر، الزاوية A قياسها 40 درجة، الزاوية B قياسها 70 درجة. ما هو قياس الزاوية C؟ إذا الآن حنايا تعلمنا في الدروس السابقة كيف ننشئ المثلثات أو نرسم المثلثات. الآن ليس هذا هو درسنا. إذا المثلث ها هو مرسوم هنا. إذا لمعرفة لدينا هنا الزاوية A قياسها 40 درجة والزاوية B قياسها 70 درجة، المطلوب هو معرفة قياس الزاوية C. إذا لمعرفة قياس الزاوية C لابد من استثمار ما تعلمنا أن مجموع زوايا أي مثلث هو 180. إذا نقول 40 زائد كم؟ زائد 70 هي 110. نكتب هنا 40 زائد 70 درجة زائد زاوية C، قياس الزاوية C يساوي 180 درجة. إذا 110 نضيف عليها قياس الزاوية C يعطينا 180. إذا الآن الزاوية C قياسها سوف يكون 110، يعني 70 درجة. يعني سنقوم 180 ناقص 110. 180 ناقص 110 تعطينا 70 درجة. إذا هذا هو قياس الزاوية C. الآن نمر إلى التطبيق رقم 2. أرسم مثلثا ABC بحيث الزاوية A تساوي 30 درجة، الضلع AB يساوي الضلع BAC يعني 5 سنتيمتر. هنا بما أن لدينا ضلعان متساويان يعني متقايسان، يعني نحتاج نرسم مثلث متساوي الساقين. ثم ما هو قياس الزاوية C والزاوية B انطلاقا من هذا الشكل؟ إذا حنا غادي نرسموه، احنا رسمناه. إذا أول حاجة كنرسمو A، ثم كناخذ الزاوية اللي هي الزاوية 30 نرسموها بالقياس ديال باستعمال المنقلة. إذا هذه الزاوية 30، ثم نريد معرفة قياس الزاوية B والزاوية C. إذا دائما نستغل مجموع قياسات زوايا المثلث دائما. إذا الزاوية A، قياس الزاوية A زائد قياس B زاوية B زائد قياس الزاوية C يساوي كم؟ يساوي 180. دائما نستثمر ما تعلمناه. إذا الآن عندنا A هي 30 زائد B و C هما الذي نبحث عنهما و 180 درجة. إذا غناخدو 180، إذا باش نعرفو قياس الزاوية B والزاوية C غادي ناخدو 180 درجة ناقص ماذا؟ ناقص 30. إذا ستعطينا كم؟ تعطينا 150 درجة. إذا هذه راه الزاوية B زائد الزاوية C. بما أننا لدينا AC تساوي AB، قياس AB كيساوي قياس الزاوية AC، إذا هذا المثلث فهو مثلث متساوي الساقين. إذا حتى الزاويتان المقابلتان للزاوية لرأس الزاوية لرأس المثلث يعني متقايسة، يعني الزاوية C والزاوية B حتى هما متقايستان. إذا يكفي ناخذ هاد الزاوية اللي هي قياس الزاوية B زائد القياس ديال الزاوية C 150، نقسموها على
إثنان لأن هذه كتساوي هذه. إذا نقسمو هاد 150 على 2 تعطينا 75 درجة. إذا كل زاوية من هاد الزاويتين لها قياسها هو 75. إذا قياس الزاوية ب هو قياس الزاوية C نفسه يعني 75 درجة. إذا إلى اللقاء في درس قادم بحول الله.